الله اوقاتكم كل خير، معكم عماد ابو صقر. من ضمن لفتنا اليوم في المتحف، متحف الفضائي، لفت انتباهنا هذا المسبار وهذه السفينه الفضائيه. كما تشاهدون هذا رجل الفضاء، اللبس تبعه، بالاضافه الى كما تشاهدون هذه السفينه البيضاء التي امامكم، وزنها تقريبا 13,000 باوند، يعني وزنها كبير جدا. نطلعكم عليها من الداخل. هذه طبعا استخدمت اكثر من مرة في الأجواء الفضائية، كما تشاهدون هنا. سبحان الله، يا ليت أطلع معهم في السفر الفضائي. كما تشاهدون هذه السفينة من الداخل، مجموعة من الأزرار والشاشات والكراسي الخاصة بهم. سبحان الله، هذه في راحة كواكب ومجرات. شايفين كيف دمتم في رعاية الله. هذا هو طبعا المتحف، سنطلعكم عليه أولا بأول. دمتم في رعاية الله. هذه من تحت، شايفين كيف؟ هذه صورة الحقيقية.